نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم لليوم الخميس 25 نيسان 2013. يودع لبنان اليوم بيير صادق الذي واكب الحياة السياسية في لبنان والشرق لما يزيد عن نصف قرن وأعطى للسياسة نكهة الوجع والظرافة في آن. وإذ يغادر هذا الوطن إلى دنياه الثانية فهو يغادر وفي ريشته غصة. فالمشهد اللبناني اليوم كما بالأمس غارق في كل أنواع العقد والتجاذبات، من تجاذبات تشكيل الحكومة إلى قانون الانتخابات، وإن طغى عليهما الملف الأمني، خصوصا ما يجري عند الحدود اللبنانية السورية، في وقت دعا رئيس الجمهورية إلى عدم السماح بإرسال أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا وعدم السماح بإقامة قواعد تدريب داخل لبنان. في ظل هذه الأجواء يبدأ بعد ظهر اليوم الموفد الرئاسي نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف زيارة إلى بيروت. ففي الهم الحكومي التشكيلة في حال مراوحة بعدما بدأ أن هناك الكثير من العقد لم تتم حلحلتها بعد. وفي مسار الاتفاق على قانون الانتخاب فليس أفضل حالا بعد تعليق عمل لجنة التواصل اجتماعاتها. ضيفنا اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد رئيس لجنة التواصل النيابية نائب روبير غانم، معه نتناول مصير قانون الانتخاب وأيضا بالتالي ملف الانتخابات ومصير هذه الانتخابات، مدى الربط بين هذا الاستحقاق والاستحقاق الحكومي وغيرها من قضايا الساعة. نهارك سعيد. أهلا وسهلا فيك استاذ روبير. نهاركم سعيد. يعني وبس بدي أقول كلمة مشان كمان الشيء اللي تفضلتي فيه على استاذ بيير صادق. نعم. يعني بوجه كل مشاعر الأسى والحزن على فقد شخصية إعلامية حرة، يعني أعطت للإعلام فعلا القيمة المضافة بهالبلد، ونحن بأمس الحاجة لأمثاله في طبعاً. هذه الظروف طبعا خسارة كبيرة بيير صادق، كمان طبعا نحن نتوجه بأحر التعازي لعائلته الصغيرة والكبيرة، عائلته الخاصة والعائلة الإعلامية بشكل عام ولبنان. خلينا نروح نشوف بالبداية حركة السير على طرقات قبل ما نبلش نحن وياك أستاذ روبير. بأن بيجوني ضغط سير باتجاه بيروت وحركة سير عادية باتجاه الشمال، دورة حركة سير يعني شبه طبيعية، طبعا كثيفة ولكن مبدئيا طبيعية ما في عجقة. وأيضا على جسر شارل حلو وطريق المرفأ حركة سير عادية جدا. ساحة ساسين حركة سير إلى حد ما خفيفة نسبيا خلال الوقت. الحمراء حركة سير عادية. طريق المطار في شوية ضغط باتجاه وسط المدينة، وأيضا عم نشوف على الجسر هيك في ضغط سير فوق الأوتوستراد. وبصيدا حركة سير عادية. سيز روبير، يعني طبعا اليوم بعد ما علقت الاجتماعات في لجنة التواصل عادت لي تتركز الأنظار اليوم حول موضوع تأليف الحكومة ومسار هذا التأليف، ويعني وبموضوع قانون الانتخاب بركي اليوم يفسح المجال من جديد لرئيس المجلس بركي أنه يقوم بمساعي واتصالات ثنائية لأجل التوصل إلى شيء ما. أولا بظروف يعني ما أدى إلى تعليق هذه الجلسات، بدأ وكأنه في تواطؤ مسبق على موضوع وقف هذه الجلسات، وحصل ما حصل يعني في جلسة الأخيرة، وطلعت حضرتك حتى تقول أنه ما بقى لها جدوى استمرار عمل هذه اللجنة. ليش يعني استسلموا الجميع بسرعة؟ لا مش بسرعة، ما بدنا ننسى أنه بالماضي نعم. عملنا عدة جلسات وأخذت معنا ساعات وساعات شغل واجتهادات وما إليه ومناقشات، وكانت معظمها إيجابية. أنا عم بحكي يعني بسرعة بعد يعني بعد تجدد نحن قلنا يعني هذه الدعوة اللي تدعينا إلى المشاركة أو الاجتماع مجددا بالفعل هي منا رسمية. نعم. يعني إلا نحن أنه نحن كنا عملنا جهد كبير، خلينا نكمل هالجهد هذا، إذا في مجال نمشي فيه، ما في مجال بنوقفه بعد جلسة جلستين، وهيك قلنا من الأول.
ومن الأول نحن عم نقول أنه إذا في إرادة ونوايا طيبة أكيد بنوصل لمساحة مشتركة، لأنه جينا من بعيد، جينا من فيتو أكثري ومن فيتو على النسبة، ووصولا إلى نوعا ما القبول بأنه المختلط هو الذي يؤمن هذه المساحة المشتركة. من هالمنطلق قلنا نحن تما يروحوا دعان كل هالجلسات كل هالمناقشات، وحتى لو ما توصلنا خلينا نسعى، ما في شيء بيمنع. وطبعا بمباركة من دولة الرئيس نبيه بري عملنا أول جلسة وقلنا أنه نحن هاي منا جلسة رسمية، هاي جلسة تدعينا إليها لنشوف يعني بتحرز القصة. فبأول جلسة طبعا كان في نقاش بالمجمل، بتاني جلسة بعد ما وزع علينا الأستاذ جورج عدوان زميلنا وزع علينا مشروع الرئيس بري وطلب من كل واحد يحط ملاحظاته بجدول حلو. فجينا بتاني جلسة البعض قام بهالدفوار مثل ما بيقولوا بهالواجب، البعض الآخر ما تجاوب أساسا، ما تجاوب من الأول. مين يعني اللي تجاوب حزب مين الله ما تجاوب؟ يعني خلينا نقول إشياء رح أقولها ما عندي مشكلة يعني. كله واضح كله صار معروف. الحزب لم يتخذ قرار، ترك القرار للتيار الوطني الحر لما يتفق عليه المسيحيون. أول شيء تركوا للتيار الوطني الحر بالجلسات الأولى. بتاني جلسات يلي ما كانت رسمية قال أنه نحن دكتور علي فياض قال بكل صراحة اتفقوا أنتوا يا مسيحيين نحن معكم، ما عندنا شيء مشكل، يعني الشيء اللي كان قايله دولة الرئيس نبيه بري. هلأ هيدي كلمة يعني صحيح أنه تنصل من اتخاذ المبادرة والمسؤولية بحكم وزنه بحكم وجوده بحكم زدت على التيار الوطني الحر، علما أنه الرئيس بري يعني حليفه المباشر طبيعي. فبالتالي التيار الوطني ممثل بزميلنا ألا عون ما قدم أي اقتراح ولا حط ملاحظات ولا حط ملاحظات يعني ما كان، يعني كنا نشعر أنه ما كان متمسك هو بصيغة معينة اللي هي اسمها اللقاء الأرثوذكسي، ومصر على أنه هذه الصيغة تروح على مجلس النواب على أمل أنها تاخد أكثرية، وضمنا أكيد عارف وكلهم عارفين أنه سيطعن بقرار مجلس أنه إذا انعقدت الجلسة. هلأ نرجع نحكي في هذا الموضوع لأنه كمان في كلام للعماد عون يعني بهذا الخصوص. فهذا الجو يعني طبعا لمن الاشتراك تقدم فشخة والمستقبل تقدم فشخة والكتائب كيف تقدم المستقبل فشخة؟ تقدم بعرض بطرح مشروع مختلط مع أنه هو كان معارض النسبية، يعني بآخر جلسة. لا مش بآخر جلسة، حكى عن ظرف جيبه معه النائب أحمد فتفت وما فتحه ناطر موقف تيار وطني الحر. هذا الظرف هو الجواب للزميل جورج عدوان على الطرحية اللي عطانا إياها من أجل أنه كل واحد يحط ملاحظاته على هو قصد منها انه منحط هالملاحظات، شو هي الامور المتفق عليها منشيل عجنة، شو هي الامور المش متفق عليها وخلافات منجرب نلاقي حلول وسط لحتى ندور الزوايا ونوصل لمساحة مشتركة ونعرض الموضوع على الهيئة العامة بهالطريقة. هذا كان الهدف منها. هلأ الاشتراكي قدم هالشي هذا من بعد ما كان مقدم طرح بمختلط. الأستاذ علي بزي طبعا طرح الرئيس بري من الأول طرحه، المستقبل طرح، الكتائب طرح، والقوات طرح، بقي بس مثل ما قلت الحزب والتيار الوطني. مش كانت مناورة من قبل يعني تيار المستقبل انه انا جاي بظرف يعني عم بقول انه حاطت فيه ملاحظاتي، وهو كان هو يعني نوع من لانه كان يعني لغم حتى يشوف اذا او فخ للاخرين يعني ما بدي فوت ما انفتح الظرف بالنتيجة. لكن بقدر اقول شغلة انه صحيح المستقبل قدم طرح، المستقبل كان معارض النسبية من الاول، ولكن بجلسات سابقة رجع عمل طرح نسبي ومختلط. يمكن ما وصلنا لنتيجة فيه ولكن قدم طرح
يعني تقدم خطوة، صار في خطوات إلى الأمام، كلهم قدموا خطوات. لكن فينا نقول إنه التيار الوطني الحر يعني إذا ما كان جدي بالأساس يعني أو ما كان رايد بالأساس، مش ما كان جدي، ما بدي أقول ما كان جدي، لا كان عم بيناقش معنا، ولكن ما كان عم بياخد مبادرة له ولا الحزب. وأنا أكتر شيء بلوم الحزب، لأنه الحزب وزنه كان يعني بمجال العمل، وخاصة أنه تقدم الرئيس بري بطرح معين كان مفروض أنه يمشوا بهالطرح. ليش تعمل انطلاق من مشروع الرئيس نبيه بري، علما أنه كان الرئيس بري قال أنه أنا سحبت هالمشروع يعني لأنه انطرح بالسابق وما لقى بحلك. ليش؟ لأنه الطرح اللي عامله كان الرئيس بري هو طرح متوازن، وهو يؤمن الاستقرار، وهو نوعا ما في بعض الملاحظات عليه ما في شك، ولكن أنا بعتقد أنه لو صرنا بهذا الطرح كنا قدرنا توصلنا لنتيجة معينة، لأنه الرئيس بري صحيح متمسك فيه مثل ما هو، ولكن كان بالآخر من أجل التوافق، لأنه كان دايما يقول بتوافق مع قانون منه كتير يعني بلبي طموحات اللبنانيين أفضل من أنه نفوت على قانون مختلفين عليه. صح. وهذا شيء صحيح وتمام. لذلك لو صار هالمبادرة بموضوع طرح الرئيس بري كنا يمكن توصلنا إلى نتيجة معينة. الكتائب شو كان موقفهم؟ الكتائب قدموا اقتراح مختلط كمان، بس بالنسبة لمشروع الرئيس بري مش ماشيين فيه كانوا. ما كانوا، لا عندهم ملاحظات. هلأ لو تناقش هذا الموضوع وانطرح بشكل جدي على الطاولة وتأيد من قبل الحزب، على الأقل بدي أقول تأييد مبدئي. نعم. ما حدا قال أنه والله أنت قلت إيه معناتها خلص ارتبط، يعني بالنتيجة بدهم يرجعوا لأياداتهم الممثلين اللي موجودين عطا. ولذلك ما قدرنا مشينا ولا فشخة، وتعرفي أنت أنه بالنتيجة ما بدنا نحط أمال كبيرة بهاللجنة، وهي لجنة التواصل صحيح، والناس بعدين تقول عم بيجتمعوا بضيعوا وقتهم ولشو هالاجتماعات وإلى ما هنالك. ففضلنا نكون كتير صريحين بهذا يعني هلأ بتبرير خلينا نقول لي موضوع موقف التيار الوطني الحر من موضوع يعني المختلط. يعني يقول العماد ميشيل عون اليوم بصحيفة الأخبار، عملي معه حديث صحيفة الأخبار، أنه كل المشاريع التي قدمت هي مموهة للعودة إلى المشاريع الأكثرية وهي مرفوضة. يعني اعتبر أنه ما كان في يعني عمل يعني الاقتراحات يعني ما كانت فعلا تؤدي إلى النتيجة المتوخاة من المختلط. هذا الموضوع ما تجرب. أنا بفهم هذا الكلام، بس هذا كلام ما فيه ابني عليه لسبب بسيط. لو فات التيار الوطني الحر بمشروع آخر يمكن كنا عرفنا نوايا الكل. نعم. أما ما فات من الأول، وقف، ما فات، ما طرح، ما أخذ موقف، والحزب كذلك يعني كان عم بيناقش ولكن لم يأخذ موقف. أما تقول أنه كان في نوايا عاطلة من هون أو من هون، أنا ما في أحكم عن النوايا وما حدا بيقدر يحكم عن النوايا، بس تخلوا بمشروع، فوتوا قدموا ولو مشروع، ما حدا يعني قدم مشروع مش معناتها التزم بهذا المشروع، لأنه هذا المشروع هو موضوع مناقشة. قدموا مشروع وبالتالي منشوف ساعتها إذا كان في مناورة أو لا. أنا ما بعتقد، ما بدي ما يعني ما بحكم عن نوايا، بس ما بعتقد من خلال المناقشات ومن خلال الكلام اللي كنت عم بسمعه، ما بعتقد انه كان في مناورات هيك بس لحتى نزت وراء ونحرق. طب اليوم اي اتصالات جانبية ثنائية يعني أكيد ممكن تقدم شيء إضافي او تقدم؟ انا بعتقد او انه رايحين خلص ما رايحين عمل شيء وراح يدفعوا في إطار عقد جلسة عامة، يعني لأنه حتى القوات قالت أنه قبل 15 أيار خالي الرئيس بري يدعي لجلسة، يبدو التيار أيضا يريد هذا الموضوع. هذا يعود للرئيس بري وتقدير الرئيس بري، لأنه يعني بالنتيجة إذا 10 رئيس بري بده توافق حتى إذا 10 كنا 10 باللجنة، إذا 10 بمسلوب مبدئيا كل الأطراف اللبنانية ما قدرنا وصلنا لنتيجة. نعم. كيف بدي اتصور انا انه بمجلس النواب 128 نائب بكرة اذا انطرح اي مشروع كيف بده يكون النقاش وشو بدها تكون النتائج والنتائج السلبية
على لبنان وعلى المجتمع وعلى اللبنانيين. طب بس هلا عمليا استاذ روبير كم اذا عقدت جلسه عامه كم مشروع رح ينطرح قدامه؟ ها رح اقول لك. هلا اول شيء في حال عقد جلسه عامه انا بتمنى انه اول مبادره تقوم فيها مجلس النواب لتخفيف الوطأة هو تمديد تقني للمجلس، لانه ولا يمكن اجراء الانتخابات بحزيران. ما نضحك على العالم ولا نضحك على حالنا، بحزيران ما في انتخابات. وزير الداخلية صرح وقال عدة مرات حتى لو بدنا بدنا نمشي على 60 رجعنا، يعني حتى لو بدنا نمشي بأي قانون نعم ضروري انه يتمدد شهرين ثلاثة للمجلس من اجل وتمديد تقني من اجل ان يكون بس تمديد التقني يعني لا يحصل الا اذا في قانون تم الاتفاق عليه، يعني يحصل التمديد التقني على اساس اعطى مهله للتحضير. طيب شو بنعمل اذا ما صار قانون بال19 ايار 60 بيرجع نافذ؟ شو ممكن عملنا؟ ما الناس عم تقول او القيادات عم تقول نحن ما بدنا الستين. ترى ما بدكم الستين، مددوا شهرين ثلاثة لمجلس النواب، اعطوه مجال لبركي بيصير في معطى جديد ما حدا بيعرف، فبالتالي بيكون في مهلة، ما انه نكون محشورين ونوصل بالاخر لحزيران لا ممدد للمجلس لا في قانون انتخاب ولا في حكومة. يعني كمان يعني هل التمديد التقني ولو تقني يعني سيحصل ساعتها بتعديل يعني ما يتعلق بقديش بعمر مجلس النواب، يعني من أربع سنوات إلى تنقول أربع سنوات ونص وأربعة أشهر، أربع سنوات وثلاثة أشهر، أنه مدة المجلس تصبح أربع سنوات وأربعة أشهر، يعتبر لمرة واحدة يعني ساعتها أو نحن عملناها بالماضي. نحن عملناها بالماضي بأول المجلس من شان موسم الصيف كان. اليوم فينا نعملها لأنه في أنت عم بتفوتي على ظرف منه طبيعي، نعم. لا بالمنطقة طبيعي ولا بلبنان طبيعي، ولا عندك قانون انتخاب تقدري تمشي عليه. في قانون نافذ ب19 أيار هو قانون الستين مرفوض من قبل السياسيين كلهم، لكن هذا القانون يبقى ساريا المفعول اعتبارا من 19 إذا لم يصدر قانون آخر يلغيه. وهذا الشيء يلي عم نقول أنه من الصعوبة بمكان انك توصلي لهذا. يعني جلسه مجلس النواب لازم تحصل قبل 19 الشهر انا برايي هيك، حتى لانه عندنا مرشحين وفق قانون 60، واذا مزبوط. وصلنا 19 وما عملنا شيء وهذا حقهم سيعتبرون فائزين بالتزكيه. لا التزكيه لغيناها بالقانون اللي طلع مؤخرا نهائيا. ايه تعليق المهل، وهي لازم يعرفوها اللبنانيين، تعليق المهل بالقانون الاخير يلي طلع من مجلس النواب الغى ألغى هذه المادة التي تتعلق مادة التزكية، ألغيت حتى يعني ما يصير فيه كمان تعرفي بس هجوم. اليوم في طعن بده يتقدم من 10 نواب بموضوع تعليق المهل، ماذا لو يعني ما بعتقد هذا يعني في عندك شيئين دستوريا وقانونيا، هذا موضوع قانونيا منه يعني منه مخالف للدستور. نعم التعليق عادة التعليق يأتي عندما نمر بظروف صعبة ولا يسمح للمواطن أن يمارس حقوقه كالمعتاد، مثل ما عملنا وقت بعد 75 بالوحدة 91 عملنا قانون علق كل المهل لحتى ما يروح حق المواطن بالقيام بشيء ما كان عليه أنه يقوم فيه. فإذا بتجي التعليق عادة عندما نمر بظروف صعبة بتعلق المهل وبترجع بتعطي حقوقك حقوقها للمواطنين مشان يقدروا يمارسوها وتكون الأمور طبيعية. نحن اللي عم نعمله جينا عم نقول انه هيدي هالمهل مرقت وكادت ان تنتهي، خلينا نعلقها ونقول انه قبل فترة معينة تعود ب19 ايار يعود ينتهي التعليق يعود مفعول الستين للنفاذ اذا لم يصدر قانون اخر يلغيه. فمن هالمنطلق قدموا طعن او راح يقدموا طعن، مني اكيد بهذا الموضوع، لكن ما بعتقد انه المجلس الدستوري، لانه عندك موضوع كمان موضوع مهم، موضوع انه المجلس الدستوري بده يروح بتعليق مهل يلغي تعليق المهل تنرجع على موضوع اللي كان موجود. يعني مني شايف انه بيقدر يقوم بهالمهمه هلا
والظرف ما بيسمح بالنتيجة أنت واصلة على 19 أيار، يعني بعد في 10 أيام 12 يوم عندك 4-5 أيام عطلة جمعة الجاي، وبالتالي يعني بعد عنا جمعة إذا بدنا نحكي منطق. طب بهالجمعة هل يعقل لحدا أنه ممكن يقدر يطلع بقانون أو يجي الوحي أو أنا بستصعب؟ على كل حال يعني هي ب 19 بينتهي يعني مدة تعليق المهل طبعا، بينتهي يعني عمليا لبين ما يقدموا الطعن وينظر فيه والأخير بيكون انتهى مثلا. يعني بيكون مثلا. سقطت رجعت هذه المقولة هذا التعليق بيكون طبعا. سقط ورجعنا نعمل وفق المهل يعني لازم نعدلها ساعتها كمان هذه هلا القانون اللي بده يطلع بيعدل المهل القانون الجديد اللي بده يطلع بده يلغي القانون القديم، وهذا الشيء الوحيد اللي ممكن يلغي الستين بيلغي الستين، وبالتالي هلا عم نحكي انه شو بيعمل المجلس إيه؟ مجلس النواب في حال دعوة من قبل رئيس المجلس لجلسة نعم عنده عدة خيارات. الخيار الاول هو انه يمدد مهلته لثلاث اربعة اشهر من اجل القيام بجهود مكثفة لانتاج قانون تمديد المهلة. قديش بده يعني اي اكثرية بده اياها حتى عادي. يحصل عادية لأنه بعد في ناس عم تطلع تقول لا للتمديد لا لتمديد للمجلس يعني ألن يعتبر ساعتها هيدا تمديد يعني حتى رئيس الجمهورية سيطعن بهذا الموضوع لا ما بعتقد لأنه المقصود بالتمديد تمديد السنوات نحن ما عم نحكي بتمديد سنوات نحن عم نحكي بتمديد تقني يسمح للمجلس وللقيادات السياسية أن تصل إلى توافق نعم هذا التمديد المطلوب فإذا هذا المجلس بيقدر يعمله ولازم يعمله بعتقد نمرو 2 بده ينعرض على المجلس أول شيء اللقاء الأرثوذكسي طيب باللقاء الأرثوذكسي إذا كان في مكونات أساسية بالبلد ما حضرت الجلسة ورفضت أنها تنزل على مجلس النواب ما بتعود الجلسة ميثاقية ما نضحك بعضنا وفي حال نزلوا وصدر هذا القانون أو وافق عليه مجلس النواب سيطعن بهذا القانون إذا ما طعن فيه رئيس الجمهورية فخامته بده يطعن نواب بده يطعنوا فيه وبالتالي نوصل لحيط مسدود إذا ما تمدد للمجلس منكون فعلا فتنا بشيء بس العماد عون مش قبلين بهالمقولة يعني إنه جلسة تكون غير دستورية وغير ميثاقية وإلى آخره لا غير ميثاقية أكيد بالزمان عيامات رئيس كمي شمعون كان في جلسة معينة دخل رئيس شمعون شاف الشيخ بيير قاعد طلع ما لقى ولا سنة موجود سنة غمزوا للشيخ بيير طلعوا حكيوا مع بعضهم رجعوا فاتوا اتنينهم طلبوا من رئيس المجلس عدم السير بالجلسة لأنه هذه الجلسة لا تعتبر ميثاقية يعني العيش المشترك ما في مفقود هلأ بتقولي لي قانونية بقول لك ايه نعم صحيح قانونية يعني إذا صدر القانون صدر القانون هلا يعود لمجلس دستوري أن يرى ما إذا كان هذا القانون يلبي يفي بالحاجة هو ليس مخالفا للدستور أو لا هذه بتعود للمجلس الدستوري أنا بعتقد أنه مخالف للدستور مخالف للميثاق العيش المشترك أصلا مشان هيك أصلا كمان رئيس بري لحديت هلأ منه يعني محمس طيب مش على جلسة ما بقولك أنه إذا دعا على جلسة والمستقبل ووليد بيك جنبلاط قالوا نحن ما رح نشارك معناتها في مكونين أساسيين بالبلد منه موجودين على الطاولة بالماضي بتتذكري وقت الوزراء الشيعة استقالوا من الحكومة اعتبروا انه هذه الحكومه غير ميثاقيه نعم فكما يصلح لمجلس الوزراء يصلح على الحكومه يصلح على المجلس طبعا النواب طبعا اذا عندنا اولا مشروع اللقاء الارثوذكسي عندنا مشروع اللقاء هو اول طرح مبدئيا لانه هذا الموضوع انبحث باللجان المشتركه واخذ أكثرية من النواب الموجودين فاذا هذا سيطرح هلا هلا هون لحظه اذا تم التصويت عليه واخذ الاكثريه نعم يطرح المشاريع تطرح المشاريع الاخرى لا او لا لا خلص ما بيقدر يطرح ما نحن كنا عم نسعى باللجنه انه نعطي مجال للرئيس بري يطرح مشروعين نعم تيكون امام الهيئه العامه بس في مشروع الحكومه يعني مشروع موجود. الحكومه ما توافق عليه يعني الحكومه ما وافقت هلا وافقت عليه خليني اقول صوريا نعم ولكن الوزراء اللي
وافقوا عليه، كلهم انتقدوا للمشروع وكلهم غيروه، ما حدا يعني إلا القليل يمكن. يعني على جدول أعمال الجلسة بيكون في مشروع واحد هو الأرثوذكسي، في اللقاء الأرثوذكسي وطبعا قانون الستين النافذ. هذا ليه توقعت حضرتك يعني أنه يعني ما يبقى قدامنا إلا قانون الستين؟ لأنه الأرثوذكسي يعني مصيره مثل ما ذكرت لهالأسباب أنه ما يمشي، ما مشان هيك عم نقول المنطق والعقلانية تتطلب من كل المعنيين تما نفوت بالحيط. نعم. وما نوصل لفراغ، أنه أول خطوة تكون هي تمديد تقني للمجلس حتى يتاح لهذا المجلس أنه يقدر يتصرف بوعي، مش بعجلة ولا بغريزة. من هالمنطلق أنا قلت بالماضي وبرجع بكرر، خطأ الحكومة هي أن أرسلت اقتراح مشروع القانون لمجلس النواب قبل ما تفل بشي 9 أشهر. نعم. ولا يمكن لأي مجلس نواب ولا يمكن لأي نائب ولا لأي قيادي أنه ما ياخد بعين الاعتبار مصالحه في هذا القانون المطروح، لأنه وقت بتكون الانتخابات بعد 7-8 أشهر أو 9 أشهر شيء، وقت بتكون بعد 2 شيء تاني. ولذلك كان من الصعوبة بمكان أنك نقدر نوصل لتوافق حول، لأنه كل واحد بشد الحاف. طيب بس كمان رح يكون من الصعوبة أنه حتى لو تم التمديد التقني لمجلس النواب أنه كمان نوصل لتوافق يعني حول قانون انتخاب جديد. ممكن ماذا لو لم يحصل هذا هذا الأمر ساعتها؟ هون بصير في عبء أكبر ومسؤولية أكبر، لأنه يا في فراغ يا في قانون، يعني بيصير فيه بس مسؤولية أكبر على الكل. وشو اللي بيقول إنه ما يرجع مرة جديدة يتمدد يعني من تمديد لتمديد، ننتقل من تمديد لتمديد؟ إن شاء الله لا. ولا أتمنى ذلك. وبعدين مثل ما بيقولوا هلا، إذا كان في نوايا أو إرادة بأنه يتمدد للمجلس أكثر من 3-4 أشهر فخليني أقولوها. نعم. ليش ما عم نتخبى وراء أصبعنا؟ يا الفريق اللي بده يمدد 2 أو 1 سنة. انت حاسس انه في حدا بده هذا الامر؟ ممكن، ممكن في حدا راغب بالتمديد يعني لسنتين تقريبا، مش بس تمديد يعني. سمعنا بهالكلام، مع انه اذا بتطلعي واقعيا بتقولي انه باستثناء الظروف العامة الاقليمية، بس على الواقع اللبناني ما بغير شيء. يعني هلأ أو بعد 2 أو 4 أشهر أو بعد 2 سنين صعب جدا أنك تغيري المعادلات التوازنات السياسية. نعم. في البلد صعب. هلا ربطينا طبعا، ربطينا طبعا بمصير صرنا بين يعني انتخابات مربوطة بمعركة القصير يعني كمان، أو تقريباً. حتى تأليف الحكومة يعني تقريبا. هلا بدي أرجع أحكي أيضا بالربط وربط حتى بين الانتخابات وتأليف الحكومة، لأنه كتير في حكي ونفي نفس الوقت لهالموضوع. بس مثلا مشروع اللقاء الأرثوذكسي إذا أقر في مجلس النواب مثلا، يقول يوم العماد عون أنه يرسل إلى رئيس جمهورية وإذا رده يصوت عليه بالنصف زائد واحد، بيأخذ نصف زائد واحد لأنه يعني بيصوت عليه بيصوت عليه، ومن ثم إذا أراد فيقدر على الطعن به، ولكن يعني أن يطعن به قبل إقراره هذا غير شرعي. لا يقر أي طبعا بيوقعه رئيس الجمهورية ثم يطعن به، بيوقعه تيصير قانون و بيطعن فيه أمام المجلس الدستوري. أنا برأيي ما بيردوا للمجلس، ما في حاجة، ما بيردوا لمجلس النواب، يطعن فيه دغري، بيطعن فيه معلوم. له حق 2 هو. طيب صحيح. بس إذا يعني بس إذا وقعوا عمليا صار قانون نافذ. إيه بس بيطعن فيه يعلق حتى صدور يعلق مش يعلق يعلق حكما، يعني بيصير هذا القانون موضع شك وموضع طعن، وبالتالي بدك تنطري شو بيطلع الحكم. بس ساعتها قانون الستين شو بيكون، ألغي عمليا بهالحالة؟ ايه بيكون ألغي حتى لو مطعون بالقانون الجديد، حتى إذا طعن بالقانون الجديد بيرجع قانون الستين. إذا قبل الطعن، إذا قبل الطعن بيعوم قانون الستين، بيعوم يعمل بالقانون اللي كان نافذ قبله، مش صحيح. أنه يلغى نهائيا. لا يعني لا يعني بالنتيجة عم نحكي بقانون رح يفتت اللبنانيين، معلش. نعم.
مقولة أنه نحن بدنا نجيب 50-60 نائب مسيحي. صحيح كان في تمثيل غير صحيح للمسيحيين، ولكن أنا ما بحل أزمة مسيحية بخلق أزمة مذهبية تانية. نعم. وبالتالي ما بحل خطأ، ما بعالج خطأ بخطأ أكبر. من هالمنطلق نحن كنا عم نقول أنه لا ينفع المسيحي موجود بهالبلد وبالمنطقة من قبل الإسلام. نعم. وبالتالي ما حدا يمنن المسيحي بأنه أنا حاميك. 60 نائب ما بيحموا المسيحي. وشفنا نحن ومنعرف كلنا وعشنا قبل الطائف، كان رئيس الجمهورية يملك كل الصلاحيات بإيده كلها. نعم. حتى أي جيش أعلى كان. وبالتالي ب58 لم يتمكن من حماية المسيحيين. حماية المسيحيين هي بوجود المسلم معه الشريك، والشراكة لا تقوم بالتفاهم، يعني والشراكة لا تقوم الشركاء في الوطن. مزبوط. والشراكة لا تقوم على المحاصصة، تقوم على المسؤولية، على المساواة في الحقوق والواجبات ضمن إطار الدولة الضامنة للكل. هذه هي الشراكة الفعلية. مش أنا إذا جبت 50 مسيحي أو 60 مسيحي من منتخبين من النواب، بكرة بيطلع صوت بيقول أنا كرئيس جمهورية بدي مسيحيا انتخبوا أنا، أو كرئيس مجلس نواب بدي شيعيا أنا انتخبه، شو بيصير بالبلد؟ نعم. شو بيصير بالبلد؟ أو بكرة بيجي ناس بيقولوا عال تخبتوا مش الحال، بس أنتوا شو بتمثلوا؟ مثلوا 38%؟ تفضلوا خدوا 38%. إجا الطائف تيقول تيكون أداة عدالة سياسية، قال أنا باخد من رئيس الجمهورية صلاحياته، يمكن كتر ماشي الحال، لكن بعطي لرئيس الجمهورية مركز رئيس دولة مش رئيس مؤسسة، هو رمز وحدة الوطن ورئيس دولة. نعم. شمالهم مع بعضهم. وجاء قال أكتر من هيك، قال أنا رح أترك للمسيحيين مناصفة في مجلس النواب إلى حين إقرار الغاء الطائفية السياسية. هذه المعادلة عم نضربها اليوم. يعني هذه ما هي المناصفة، يعني في استاذ ألبير منصور بيقول انه المناصفة لم يقصد فيها اطلاقا، المناصفة الفعلية اللي عم يحكوا عنها انه المسيحيين بتخبوا المسيحيين، قصد فيها بس انه العدد، يعني العدد التوازي بالعدد. صحيح. صحيح. ما بقول لك هذا كلام حق يراد به باطل. هذا نتيجة اخفاق المسيحيين طوال الحرب الماضية بحروبهم، بحروب الإلغاء وما إليه، إخفاكم أدى إلى الطائف هذا. نعم. وهذا بدل ما نحن نستفيد من قوتنا اللي كانت على الأرض في الماضي ونصرفها بالسياسة، روحنا حالنا وصفد القيادات كلها برا، شي بالحبس شي برا شي. يعني عم نلوم حالنا بس عم نجلط حالنا ونرجع منقول ولا أنا بدي أرجع عزز الوجود المسيحي. مش هيك بتعزز الوجود المسيحي. الوجود المسيحي، وأنا بوجه نداء لغبطة البطرك. نعم. الوجود المسيحي يجب، هي من مسؤولية بكركة، وأنا أدعو لغبطة البطريرك للمرة الثانية أنه يعمل مؤتمر حوار يجيب له كل هالخبرة استراتيجيين في المنطقة من مسيحيين وغير مسيحيين من أجل تعزيز الوجود المسيحي في لبنان وضمان الوجود المسيحي في المنطقة، لأنه هيدي مرتبطة بهاي، وهذا دور الموارنة تحديدا. إذا بدي أحكي منطق، هذا دور الموارنة. الموارنة لازم يعرفوا شو في بلبنان وشو في حول لبنان، وهي مسؤوليتهم. هني معتبرين أنه مجرد إقرار قانون أرثوذكسي هي بداية، يعني لا إطلاقا. هيدي فتنة بالمذهبية، صفى الخطاب السياسي خطاب غرائزي، ونحن بدون هذا. نعم. بدون هذا نحن فايتين ببعضنا. عم بحكي كمسيحية. نعم. ما بدي احكي على غيري. بدي توقف مع فاصل علينا استاذ روبير وارجع اتابع معك طبعا من طرق موضوع تاريخ الحكومة كمان، ولكن بدي كمان بموضوع الانتخابات النيابية، يعني نحكي عم ينحكى مثل كأنه في صفقة بالكواليس عم بتتم لأجل يعني إجراء الانتخابات وفق قانون 60. فاصل علينا ونتابع.
نتابع نهاركم سعيد مع الأستاذ روبير غانم. أستاذ روبير، يعني بموضوع اللي بيبقى قدامنا من خيارات هو قانون الستين، يعني عم ينحكى، يعني اليوم حتى العماد عون بيقول أنه سنشارك، طبعا قال نحن نريد التصويت على الأرثوذكسي وإلى آخره، ولكن سنشارك في الانتخابات حتى لو كان قانون الستين، ليمشي القانون وفق إرادة مجلس النواب، وإذا رضيت به الأكثرية فأنا أقبل به، ولكن لن أصوت إلا على الأرثوذكسي. ماشي، هذا مثل ما بيقولوا إيجابية إضافية، أنه بدنا نعمل انتخابات، وهيدي شغلة أساسية بالبلد لتداول السلطة والديمقراطية. بعدين بدي أقول شغلة، معلش، مش قانون الانتخابات هو اللي عمل هالأزمة بلبنان، نعم، ولا قانون الانتخابات هو اللي راح يحل الأزمة بلبنان، لكن الدخول إليه من باب التوافق قد يكون مدخل أو خطوة أولى في مسار طويل من أجل حل الأزمة الوطنية اللي عم نعيشها، يلي ناتجة عن خروقات للدستور في المساواة والحقوق والواجبات والمؤسسات. نعم. هاي الأزمة الوطنية مش قانون انتخاب لا 60 ولا غير 60 ولا أرثوذكسي بحلها. ولكن يعني هون السؤال، يعني كنت عم بسأله قبل البريك، أنه هل يعني بحسب مبارح بالسفير في مصدر وسائل الاطلاع يقول أن ما يدور في الكواليس هو غير ما يدور في العلن، ويمكن وصفه بالصفقة قيد الإنجاز على أساس إعادة العمل بقانون الدوحة معدلا عبر إدخال تحسينات عليه وإجراء انتخابات على أساسه. أبي أخذ جوابك، بدي أشوف، لأنه اليوم أهل المخطوفين غيروا وجهة اعتصامهم، يعني من أمام مكاتب الخطوط الجوية التركية في وسط بيروت، وذلك يعني احتراما للجنازة التي ستقام للأستاذ بيير صادق في وسط بيروت في كنيسة مارجيرجس، وانتقلوا إلى السفارة الفرنسية. معنا الزميل نادر فوز، بيطلعنا يعني على تفاصيل اعتصام اليوم. نادر. نعم، ضلي نهارك سعيد إليك ولضيفك. فعلا كما ذكرت، أهالي المخطوفين بأعزاز معتصمين بهالوقت قدام السفارة الفرنسية ببيروت على طريق الشام. الشعارات اللي عم يرفعها أهالي المخطوفين واضحة بتوجهها باستنكار موقف الدولة الفرنسية من ما يجري في سوريا ومن الثورة السورية، الثورة اللي معتبرينها عم تخطف مواطنين من كل الديانات والطوائف، مسلمين ومسيحيين، وهم يتهمون فرنسا بالتبعية لأمريكا وبالخضوع لها، كما يتهمون بالإرهاب بينما يدافعون عن المقاومة وعن حقهم بالعيش بكرامة، وهم يتهمون الدولة الفرنسية بعدم احترام شعارات دستورها، أي لا عدالة ولا أخوة ولا حرية. ومعي الحج منى لأطلعنا أكثر على هذا التحرك اليوم. حج، ليش أنتوا هلأ موجودين اليوم قدام السفارة الفرنسية، وشو الخطوة اللي أو شو الرسالة اللي بتكون توجهوها للدولة الفرنسية؟ نحن كان على طول تحركنا على الخطوط الجوية التركية، ولكن نقلناها لهون بسبب احترامنا لجناز الرسام بيير الصادق، فوجينا هون لنوصل رسالة للدولة الفرنسية إنه هي داعمة هيدي المعارضة اللي عم يدعوا هالثورة، وهالثورة شفناها كل يوم عم تخطف زوار لبنانيين مسلمين من الطائفة المسلمة، واليوم من 3 أيام قامت على خطف بطارنة، فجينا نوجه لها رسالة، هل هي هيدي بتهيك بتبنى الأوطان؟ ها هي الحرية اللي عم تنجدوها؟ ها هي الثورة اللي بدكن إياها؟ وهن أصلاً قادرين يمونوا على المعارضة، يعملوا على إطلاق صريح جميع المخطوفين من أي طائفة. ونحن منحب نقله كمان، فابيوس لما إجا وزير الخارجية بس وقت شهر رمضان لما قالوا استشهدوا الزوار، هو انتقل لهونيك راح على اعزاز، وابو ابراهيم ما قبل يشوفه، قام قابله محمد نور اللي تحت ايد ابو ابراهيم وقعد معه وطمنوا انه الزوار كلهم بخير، فهو ما دام قادر يوصل لهم وقادر انه يمون عليهم فقادرين انه يجيبوهم يضغطوا على هالثوره اللي هن داعمينا اصلا، وهي يا ريتها ثوره صايره عم هلا عم بتضم جميع الطوائف بالارهاب وبالخطف، فهيدي هي رسالتنا لهم. وبحب وجه كمان أنا للرئيس أوباما، ما دام قاعد عم بيطالب هلأ بمطارنة اللي مخطوفين على نفس الجهة اللي نحن هلأ مخطوفين الزوار اللبنانيين، يطالب بجميع المخطوفين، ما هني بيقولوا بدون الحرية، الحرية المفروض تكون شاملة لجميع الشعوب، مش الحرية حسب أراءهم هني وحسب ما هني ما بيلقوا مناسب. حجي، بس انتم نقلتوا هالاعتصام اليوم مثل ما ذكرتي باحتراما لجناز الفنان بيير صادق، بكره بعد ساعات وين تحركون؟ رح يعود لمنطقه اكيد على الخطوط الجويه التركيه، لانه نحن اصلا كانت من ضمن سلسلاتنا التحركات، يعني مش بس لانه صار سي ثابت اليوم صار هيك انتقلنا لهون، بس هي من ضمن الجداول نحن حاطين انه السفارات الفرنسيه، السفاره الامريكيه، كل سفاره داعمه للمعارضه نحن رح نتوجه لها.
طيب. للدعم لحل قضيتنا. والأسبوع الماضي نحكى عن اعتصام مفتوح أمام السفارة التركية، وين صرتوا بهذه الفكرة؟ بعدنا يعني بدنا نصعد، بس هلا نحن أكثر شيء عم نركز على الخطوط الجوية، لأنه لما بدنا نقوم باعتصام بدنا إياه يكون كبير وشامل، لأنه بدنا نخيم على السفارة التركية لحين عودة أهالينا. نحن ما عندنا مشكلة مع الشعب التركي، نحن مشكلتنا مع الرئيس أردوغان ومع الدولة التركية مباشرة ومع المخابرات التركية، لأنه هن قايمين على الخاطفين وهن داعمينهم وهن أصلاً فاتحين لهم الحدود، وهن أصلاً ما بيقبلوا إلا بختم الخاطفين عم بفوتوا على تركيا يسرحوا ويمرحوا. فلذلك نحن عم نضغط على تركيا لأنه هي قادرة تحلوا هالملف فوراً. إذن دولي هذا أجواء المعتصمين هنا نعم. أمام السفارة الفرنسية، هم سيبقون لبعض الوقت حتى إيصال رسالتهم نعم. ونحن نبقى معكم لموافاتكم بأي جديد. دولي شكرا نادر، شكرا، يعطيك العافية. يعني هذه القصة طبعا أضيف إليها يعني اللي صار بخطف المطرانين، يعني أيضا كنا عم نحكي يعني بهواجس لأنه هون المسيحيين في لبنان والمنطقة صحيح. هذا الموضوع يعني بيعطي مبرر يعني لهالمخاوف والقلق المسيحي على وجوده زي طبيعي. ما يحصل في سوريا طبيعي، ولذلك أنا عم بقول أنه مفروض بالموارنة أولا وهن بيتحملوا هاي المسؤولية أنهم برعاية غبطة البطرك يعملوا حوار جدي عميق ومعمق من أجل التوصل إلى وضع استراتيجية تعزز الوجود المسيحي في لبنان وتضمن الوجود المسيحي في المنطقة، لأنه إذا راح الوجود المسيحي بالمنطقة الوجود المسيحي بلبنان سيكون إلى زوال في المستقبل، ولذلك هذه شغلتين مرتبطين ببعضهم. طبعا هلأ التطرف هو التطرف سيد الموقف نعم. وين ما كان، ولذلك نرجع منقول أنه عندنا صيغة لبنانية مثالية للمساك العيش المشترك. شو عم نعمل نحن بمشاريع مطروحة مثل اللقاء الأرثوذكسي نعم. عم نشل مكوناتها هالصيغة اللي موجودة واللي صارت نموذج لكل البلدان والمجتمعات المركبة، جينا نحن عم نفكفك لها مكوناتها أساساتها وهذا شيء بده يجر للتطرف، والتطرف سيكون ضمن كل مذهب، مش بس انه ما بيعطي حتى لو فشلت هذه الصيغه، لانه مثل اليوم اللي واصلين له انه هو فشل لهذه الصيغه فشلت يعني عم نتعايش بالقوه مثل ما بيقولوا. لا مش عم نتعايش بالقوه، هذا عايش تلقائي انا بعتبره، لانه اللبناني ما في شيء بيجبره. حريه الانسان هي بطبيعه الانسان، وبالتالي طبيعته انه يكون حر ويدافع عن حريته، وبالتالي ما حدا بيجبرك تقبلي بشيء اذا انت منك قابلتيه. من هالمنطلق عم نقول نعم للاعتدال، نعم للكلام العقلاني، نعم للكلام الموضوعي، نعم للكلام اللي بيصب في خانة مصلحة البلد مصلحة الوطن، مش انه انا اذا امنت مصلحتي تأمنت مصلحة الوطن نعم. هذا الشيء اللي نحن عم نعاني منه من زمان مش من اليوم صح. وبالتالي هذا غلط، بده يصير في يعني تغيير جذري بالذهنية اللبنانية ونمط جديد من التعاطي والأداء السياسي حتى نقدر نقول يا عمي بلشنا نفشخ نحو الاستقرار الحقيقي والسلم الأهلي وإنشاء الدولة نعم. طب برجع لسؤالي، يعني أنه بمعنى آخر هل انتقلنا اليوم من معركة القانون الجديد إلى معركة الانتخابات، يعني إجراء الانتخابات كنت عم تقول مش بموعدها ما بقى فينا ولكن يعني أسرع وقت ممكن، لأنه يبدو هيدي هي أجواء يعني اليوم اللي فهمناها من العماد عون حتى واللي هو يعني بيقول أنه عم بيطلع لقدام حتى بيقول نريد انتخابات للمجلس والرئاسة، يعني يقول يجب أن تجري رئاسات، فهذا المجلس هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية، لماذا وعلى أي أساس؟ يعني لا يريد لهذا المجلس أن ينتخب رئيس الجمهورية. هذه شغلة إيجابية كتير، ونحن بنتمنى أنه يكون في توافق على أي قانون أحسن من أنه ما يكون في توافق إطلاقا وبالتالي أنت عم تقولي سدولي هلأ انه هل هناك من صفقه يعني بينحكى انه ممكن مين بيعرف. نحن كل عمرنا اللبناني معودين على الايحاء خلينا نقول من الخارج طبعا. طيب هل الايحاء ممكن يكون عم بيحضر لصفقه ما حكوميه مجلسيه رئاسيه نعم وهذا شيء ممكن يكون وارد
ولازم يكون وارد أنا برأيي، بس مش ضمن صفقة على حساب مصلحة لبنان. هذا اللي بدنا نتمناه، أن تكون الصفقة لمصلحة اللبنانيين ولبنان بالدرجة الأولى. على قانون الدوحة ما بعرف إذا لمصلحة لبنان واللبنانيين. على يعني إذا بيتعدل معلش ما بدي أفشي سر. أنا بأول جلساتي بهاي اللجنة المصغرة بأول الجلسات يلي كنت شاعر إنه يمكن ما يكون في نوايا أو إرادة للوصول إلى قواسم مشتركة، طلبت من الزملاء كلهم اللي قاعدين ومسجلة بالمحضر، قلت لهم ما بدنا الستين، ما حدا بده الستين، ولكن احتياطيا شوفوا كيف بيسوى يتعدل الستين تيعطي يعني تمثيل أصح لكل الشرائح ولا سيما للمسيحيين، وخلوه على جنب. شو هي التعديلات اللي ممكن يعني ممكن يصير في نقل مقاعد، ممكن يصير في تصغير دوائر الا ما هنالك، كله هيدا بيساعد. فطلبت من الشباب وقلنا لهم يا عمي رفضوا انه لا 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 هذا ما بنحكي فيه، وانا عم يحطوه بالجرار بس عملوه، اتفقوا بين بعضكم عشية وعملوه، خلوه سبير يعني خلوه سبير بركه وصلنا له. يعني هلا اذا وصلنا له يعني هيدا الموضوع ما بعرف يمكن إذا بالصفقة اللي عم تحكي عنها ممكن يكون قانون الستين هو البديل اليوم من أجل تخطي هذه المرحلة والبحث بقانون جديد بأول مجلس ينتخب بعد هذه الفترة. ما المشكلة إنه اللي عم بيوحي بيحكوا عن هالصفقة عم بيقولوا إنه لأنه العماد عون رجع يعمل حساباته وشاف إنه شعبيته زادت وإلى آخره، بقى في إمكانية إنه بركة. ما هي الموضوع إنه الانتخابات وقفة عشو، وقفة إنه مين بيجي أكترية أي فريق، يعني هذا الموضوع يعني بيرجعوا يعملوا حساباتهم قبل ما يعملوا يمشوا بالصفقة. هذا تنامي أو تنافر الزعامات المسيحية المارونية بالتحديد، المارونية يعني بالدرجة الأولى. وحتى حزب الله يعني ما بعرف حزب الله مثلا أنا بدي أطرح عليك سؤال أستاذ روبير، ماذا لو كمان هون الفريق الشيعي ما مشي بقانون الستين، ساعتها كمان بيكون أو بأنه يعني أصلا هو رح يكون نافذ قانون نافذ، بس إذا ما ترشحوا الشيعة وفق قانون الستين شو بيصير؟ لا ما بعتقد ما بيترشحوا، رح أقول لك ليش. سبب بسيط ونقال هذا الكلام، نقال ما عم بفشي سر. أنا بعتقد بالنسبة لحركة أمل ولا حزب الله أي قانون ما بيأثر عليهم، أي قانون بيأثر 5% 10% مش أكتر. ليش؟ لأنه إخواننا الشيعة مجموعات معينة في أماكن معينة، بالجنوب بالباع الشمالي، بالجنوب وبالباع الشمالي بس يتفق الحزب والحركة انتهت، ما بقى في معركة. يعني هذا موضوع على مستوى الكتل الشيعية، بس أنا عم بحكي على مستوى الأكثرية النيابية داخل المجلس، تحالفات يعني إنه بدهم يعملوا حساباتهم بهذا الموضوع. ما بعتقد بالنتيجة يعني مثل ما بفهم ومثل ما قيل أمامي إنه لا، الاستقرار وهو أهم. يعني نحن يجب أن نسعى إلى ضمان الاستقرار في الظرف الراهن، لأنه لبنان مهدد من الداخل كما هو مهدد من الخارج، وبالتالي أقل شيء هو أن نتضامن ولو على حد أدنى من ثوابت وطنية أو من مسلمات نقدر نقطع هالمرحلة. يعني أنا بفضل يكون عندي اليوم بيت مثل ما بيقولوا بريفابريكي يعني معمول سلف، من ما أنه أقعد ابني بيت جديد لا حتى بدي بيت لقوي حالي هلا في عواصف في كذا. بس في فريق عم مثلا وخصوصا فريق المستقبل عم بيشوف في نوايا مبيتة وسيئة يعني لدى مثلا حزب الله للأجل الوصول إلى الفراغ، وبالتالي ساعتها ما يحتم مؤتمر تأسيسي جديد ما قلنا مصلحة بمؤتمر تأسيسي جديد. نحن عنا مثل ما قلت مين ما قالوا مصلحة، كلبنانيين كل اللبنانيين. لأنه إذا فريق معين مثل المسيحي ما كان له مصلحة معناتها لبنان ما له مصلحة، معليش. طب بركي الشيعة له مصلحة مثلا، بهيدا الشيء له مصلحة ما بيعود لبنان، مبرر وجود لبنان هو العيش المسيحي المسلم، هذه هي الصيغة، هيدي الوصفة يلي لازم نحافظ عليها. وهلا بدي ذكرك بشيء قاله ميشيل أبو جودي باعتبار بيير صادق الله يرحمه، قال ميشيل أبو جودي قال إذا فقد
وهي صرت قايلها عدة مرات اسمع لي شيء لازم نرددها للموارنة. إذا فقد جميع اللبنانيين عقولهم وتوازنهم على الموارنة أن يحتفظوا بعقولهم وتوازنهم كما كان الموارنة أول المطالبين بقيامة لبنان يجب أن يبقوا آخر المطالبين ببقائه. فالموارنة هم أكبر من لبنان الصغير ولبنان الموارنة هو أكبر من لبنان المسيحي. شوفي هالكلام بالستينات. نعم. بالستينات كتبه. هذا يعني مثل ما بيقولوا مثل ما دليل لشو هي مسؤولية الموارنة بهالبلد وبالمنطقة. صح. يعني حاجتنا خلافات، حاجتنا يعني مناورات لكل واحد يربح صوت أو صوتين زيادة. بدنا نشوف إذا يعني هذا السيناريو إذا حصل أي حكومة يعني ستشرف ساعتها على الانتخاب، هل مثلا إذا لم يتمكن الرئيس المكلف اليوم من تشكيل حكومة سريعا ممكن حكومة تصريف الأعمال يعني تقوم بالإشراف على الانتخابات وفي قانون الستين؟ طبعا لأنه الانتخابات أساسية وبظروف استثنائية حق للحكومة المستقيلة أن تتخذ الإجراءات، وخاصة أنه هذا موضوع بيتعلق بالديمقراطية يعني بصلب جوهر وجود لبنان الديمقراطية الحرية التعددية، والديمقراطية هي تداول السلطة، وبالتالي ما في شيء بيمنع أنا برأيي للحكومة المستقيلة أن تجري الانتخابات، ما في شيء بيمنع. طب السؤال اللي يعني اللي عم يتكرر يوميا يعني وحتى المواقف حوله يومية تقريبا هو الربط بين قانون الانتخاب وتأليف الحكومة، هل لديك انطباع أن هناك رابط بين الموضوعين؟ إذا كان في صفقة عم تتحضر قد يكون هناك رابط. هلأ رابط قانوني أو رابط عضوي مش موجود. النتيجة مجلس النواب سلطة تشريعية يقر القانون اللي بيريده وفق طبعا المرحلة، مجلس الوزراء أو تأليف الحكومة هي من اختصاص الرئيس المكلف مع فخامة رئيس الجمهورية والتشاور مع الكتل النيابية. هيدا شيء وهيدا شيء، ما في رابط عضوي ولا في رابط قانوني بين الاثنين، في رابط سياسي. رابط سياسي. إذا كان في صفقة مثل ما عم بينحكى يجب أن تشمل هذه الصفقة الانتخابات النيابية القانون، أن تشمل الحكومة لأنه سياسيا في شيء بيمشي مع شيء، وأن تشمل صفقة يعني بيكون سلت تشمل انتخابات الرئاسة مثلا. نعم. ما بعرف إذا حتى لانتخابات الرئاسة ممكن هاي الصفقة تشمل يعني انتخابات الرئاسة مش هيقولوا بدنا فلان بس بدنا يقولوا أنه إذا سرنا بهالطريق هاي التوافقي نصل إلى الانتخابات الرئاسية بالتوافق على شخصية نتوافق عليها. أما إذا فتنا بصراعات ما بعود في صفقة. نعم. وما بعرف شو بيكون مصير كل هالشي اللي عم نحكي فيه اليوم. لا انتخابات ولا حكومة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فراغ. ما بدي خوف اللبنانيين، بس برجع بكرر واجب المجلس النيابي حتى لو بده يتوصل لقانون انتخاب بأسرع وقت ممكن، ما أتمناه، أنه يقدر ياخد قرار بتمديد مهل مدته 3 أشهر 4 أشهر حتى يكون في تنفس، ما يكون في ضغط ونعمل أمور يعني مش لمصلحة البلد. يعني بس هون بس كمان هل تتوقع يعني انه يتم تأليف الحكومة قبل الانتخابات او الانتخابات يعني يتم التوافق على الانتخابات؟ انت ربطتها بسلة يعني. ايه صحيح. ولكن اذا ما حصلت هالصفقة انا بعتقد يتعثر تأليف الحكومة ايضا برأيك؟ هو معثر تأليف الحكومة، لكن بتمنى على دولة الرئيس تمام سلام اللي كلنا بنعرف وطنيته ولبنانيته وشعارات والده الله يرحمه. نعم. بتمنى عليه أنه ما يترك الأمور تهتري، بل على العكس شو بيلاقي هو مصلحة بلده مصلحة وطنه بهذه الظروف الصعبة يعمله
وبعدين كل واحد يتحمل مسؤوليته. هلا بدي ارجع احكي بهذا الموضوع لانه في عدة آراء، يعني هناك من يرى انه هذه صلاحية رئيس مجلس الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية شكله الحكومي، وهناك من يرى انه لا، انه لا هيدا كان قبل الطائف وفي الجمهورية الاولى، اليوم بدأ توافق جميع القوى السياسية. بدي اتوقف مع فاصل الاخير ونرجع نتابع نحن وياك بموضوع تأليف الحكومة. في موضوع تأليف الحكومة أستاذ روبير غانم، يعني مثل ما قلنا تبدو الأمور حتى الآن، وإن كان عم بينعطى أوقات انطباعات أنه في تقدم في إيجابية، بلشت تنطرح صيغ، يعني بعد ما كانت طرحت أسماء صيغ يعني بمعنى أنه 7 7 9 8 7 يعني إلى آخره محاصصة ولكن ما مبين. يعني اليوم مثلا في كلام للدكتور جعجع بيرفض فيه نهائيا حكومة من سياسيين، يقول هناك كلام لا نفهم معناه مثل حكومة سياسية من غير المرشحين، يعني هي حكومة سياسية ولا أعرف إذا كان ممكن في ظل هذا التوجه التوصل إلى تأليف حكومة، بينما الأجواء المشعة أنه التفاهم مع فريق من أدار والرئيس مكلف أنه أوكي حكومة سياسية من غير المرشحين، هذا اللي عم بيقصده دكتور جانجا. و يعني حتى موضوع المداورة اللي قيل انه تم الاتفاق عليها اليوم في كلام للعماد عون بيقول انه ولكن لفترات قصيرة لانها تعطل سير العمل، بعد الامور يعني خاضعة للاخذ والرد. حضرتك شو ملاحظاتك على الموضوع؟ خليني اعطي امثلة بالاول، لانه حكينا عن تشكيل الحكومة وقلنا انه قبل الطائف إنه كان بين الرئيس مش صحيح خاضعة الكلام. معلش مش صحيح الكلام، والواقع أثبت أنه لا. بدي أعطي مثل، بال69 الرئيس رشيد كرامي اعتكف 9 8 أشهر، ما قدر رئيس الجمهورية اللي عنده كان كل الصلاحيات أنه يقول له لا شرف أو يألف حكومة تانية. نعم. نرجع لل76 75، بال75 رئيس فرنجي الله يرحمه ألف حكومة عسكرية وطلب انه ما حدا يحكي فيها. عاد اجت هالحكومة نزلت على السرايا لتجتمع، ما قدرت اجتمعت لانه رئيس الحكومة قال انا ما بقدر اتحمل هالمسؤولية. نعم. في غياب، خليني اقول مش التوافق، المباركة الطائفية من قبل طوائفه. طيب ما في يقول انا انه قبل الطائف شيء وبعد الطائف شيء. كل عمره نحن ببلد يجب أن يكون هناك القليل من التوافق حتى الأمور حد تمشي الأدنى، حد الأدنى حتى الأمور تمشي. اليوم مفروض بالرئيس المكلف، يعني ما يقال أنه حكومة سياسيين أو حكومة تكنوقراط، حكومة السياسيين سوف تتعقد بإنشاء لأسباب كلنا بنعرفها، لأنه في وزارات بدأ فرقاء يصروا عليها، في أشخاص بدهم يصروا يمكن عليهم إلى ما هنالك، أو على النسب أنه نحن بدنا مثل ما عم تقولي بدنا التلت المعطل أو ما يسمى بالتلت المعطل، هاي بدعة جديدة. وبالتالي كل يعني بصير في تعقيدات كبيرة قد تؤدي إلى شلل. ولكن يعني هون كمان بدي اسالك حضرتك سيز روبير، لانه طبعا يعني رايك راي يعني مرجع قانوني ايضا في اطار تفسير الدستور ايضا، يعني الحكومات لا يمكن ان تكون بعد الطائف خاصه الا سياسيه كما يقول فريق من ادار، لانه هي السلطه التنفيذيه، والسلطه صحيح. التنفيذيه يجب ان تكون سياسيه. مش هذا الكلام، الكلام انه وقت اللي بتجيب حكومة تكنوقراط، ما هي مش نازلة بالباراشوت، هالحكومة التكنوقراط إما أن تكون مؤيدة من الكتل السياسية، وبالتالي يعني وقت الكتلة، بدي أعطي مثل، كتلة الرئيس بري سمت محمد جواد خليفة كوزير للصحة. طيب محمد جواد خليفة حكيم جراح، طبيب مشهور جراح، جيبوه من لكن هن اللي عطيوه هالطابع السياسي لأنه. وبالتالي هذا لا يمنع، يعني
تكون حكومة تكنوقراط مؤيدة من قبل الكتل السياسية، أو تكون حكومة سياسية بأشخاص سياسيين كمان ينتمون إلى الكتل، مش رح يجوا كمان ينزلوا من المريخ على لبنان. وبالتالي أنا اللي بدي أقوله، أحسن بحكومة اليوم من أنه ما نكون بلا حكومة بأي شكل من الأشكال. الأقل تعقيدا هي حكومة حياديين، خلينا نسميها لا تكنوقراط ولا غير تكنوقراط، تأخذ مباركة من الكتل الكبيرة وتقوم بمثل ما بيقولوا جدول أعمال. نمر واحد، إجراء الانتخابات، إصدار قانون انتخاب، إجراء الانتخابات على أساسه، الحفاظ على الاستقرار بالبلد بالحد اللي لازم نحافظ عليه، وإعادة النشاط إلى المؤسسات الرقابية والدستورية ولو مرحليا، وبتكون مهمتها عظيمة. لأنه نحن ما لازم ننسى أنه في فراغات بالمؤسسات الدستورية. بس بعدك عم بتقول الأستاذ روبير أنه من غير ممكن إجراء بقى الانتخابات في موعدها، ما عم بحكي يعني عن موعدها، يعني حد أنه إذا مددنا شي 6 أشهر 3-4 أشهر شو عليه؟ ما هي الحكومة بدها تجي ل 5-6 أشهر 7 أشهر، ما في حكومة أقل من 7-8 أشهر. رئيس مئاتي اللي من إجا بال 2005 قعد 7-8 أشهر، عمل الانتخابات، عمل جد، كان في عنده جدول أعمال، نجح وقتها أنه أنا نفذت ما طلب مني، أو ما هو ما هي ما كانت يعني هو جدول أعمال هذه الحكومة. لأنه يعني ما بدنا نكبر الحجر بهالظروف الصعبة. الاستقرار، إجراء الانتخابات، تداول السلطة، الحفاظ على السلم الأهلي بالبلد قدر الإمكان، هاي مواضيع أساسية. يعني بالنتيجة معاناة المواطنين اللبنانيين صار لفترات طويلة، وحلهم بقى يصرفوها. يعني هل هون تنصح الرئيس المكلف إذا ما قدر يتوافق مع القوى السياسية على يعني على الحقائب والأسماء والصيغة حتى اللي على أساسها بدها تركب هالحكومة، إنه يشكل هو الحكومة يعني ويفرض أمر ونعود إلى حكومة الأمر الواقع؟ أنا بعتقد إذا شكل حكومة على صورته، على صورة الرئيس تمام سلام، لا تكون حزبية واستفزازية بالدرجة الأولى، ليش لا؟ خلي يطرح الموضوع للشعب اللبناني. لأنه كمان ما في رأي عام، رأي عام صامت بسموه، خلي يتحرك الرأي العام الصامت. أنه ليش بدنا نضل ايه بس بالاخر هيدي يعني هالرأي العام شو رح يعطيها الثقة للحكومة في مجلس النواب؟ مجلس النواب إذا ما أخذت الثقة، النواب بيتحملوا مسؤوليتهم تجاه شعبهم، ما هن جايين على انتخابات نحن. خلي كل واحد يتحمل مسؤوليته تجاه شعبه. تتحول ساعتها إلى حكومة تصريف أعمال؟ إذا بتصير حكومة تصريف أعمال، بس هون في شيء لازم نلفت النظر له. شو؟ إنه هل فخامة رئيس الجمهورية إذا ما كان ضامن أكثرية ما بدي أقول يوقع أكثر على تشكيل حكومة؟ ما هو في لا يبدو حتى الآن في هذا التوجه. ما بعرف. يعني حريص حتى الآن على أنه تكون راضي عنا كل القوى صعبة، بس أنه على قليل تضمن الأكثرية في مجلس النواب. أي حكومة، وأنا بتمنى أنه الرئيس المكلف وفخامة الرئيس يوصلوا لنتاج معين بتشكيل حكومة حيادية قدر الإمكان، تكون مهمتها وضع قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات والحفاظ على الاستقرار بالحد الأدنى. هذا المطلوب اليوم تنقطع هالمرحلة الصعبة من هلأ لست 7 أشهر، قد يستجد معطى جديد، وبالتالي نبني على الشيء مقتضاه مثل ما بيقولوا. ولكن ما بعتقد يا بسهولة رح توافق هذه الكتلة، أو يعني تقدر في أكترية، خاصة وليد جملاط بعده يصر يعني على أن تكون هذه الحكومة سياسية تمثل جميع القوى السياسية. ممكن تكون حكومة حيادية تمثل جميع القوى، يعني أنا ما عم بقول، يعني الفرق بين أن تكون حكومة حزبية يعني أنا أنتمي إلى حزب معين وأخذ توجيهاتي من هذا الحزب، أو أنا حيادي مستقل ولكن عندي ميل ل8 أو عندي ميل ل14، وهذا لا يمنع، ما في حدا ما عنده ميل، ما عنده
ما عنده قناعاته، ما عنده رأيه اللي بالسياسة وبغير السياسة، وبالتالي هذه ما بتمنع هاي. بس بهيك حكومة يعني ساعتها كيف بيصير فيه ترجمة؟ لأنه مثلا رئيس بري عم بيحكي حتى بهذا الموضوع، ترجمة التوازن القائم بالبرلمان بعملية التأليف، يعني شو عم بينقصد فيه؟ بهيك حكومة ما بقى فيه يعني يعني ينعكس هذا التوازن بالبرلمان على الحكومة؟ أي التوازن؟ ما أنا بدي أفهم اليوم شو التوازن بالبرلمان؟ ما بعرف، هلا هو عم بيحكى بحجم الكتل انه ان يتم ما هي اذا رجعنا لموضوع التمثيل على اساس الكتل، بده يرجع الرئيس المكلف يفوت بدوامه، بدها تعثر له عمليه التاليف، وبدنا نوصل يمكن لمهل بتكون صارت صعبه نقدر نتخطاها. لذلك اهين بكثير انه يكون في حكومه حياديه مع جدول أعمال متفق عليه، مع بيان حكومي إعلان بعبدة، وبالتالي خليها نقطع هالمهلة، لأنه نحن بفترة فعلا صعبة كتير، واللبنانيين شعرين بهالشيء. نعم. هذا ما يحدث على الحدود يوميا، ما يحدث على في سوريا من مجازر وارتكابات وما إليه، وهذا كله بده يأثر سلبا على لبنان. أكيد. يعني ما في شك، ما حدا يقول أنه أنا إذا جاري بخير أنا بخير، وهذا شيء طبيعي. ما يحدث في المنطقة، ما يحدث من توازنات بين روسيا وأمريكا، لأنه كمان ما ننسى أنه هودي اللاعبين الكبار اليوم يلي عم بيرجعوا يخططوا للمنطقة، عم بيخططوا يمكن لمنطقة جديدة، مين بيعرف؟ نعم. كل شيء عم بيصير بالعراق، كل شيء عم بيصير بسوريا، كل شيء عم بيصير حوالينا. طيب على الأقل نحن بلد صغير ما حدا بيسأل عنا، ومصالحنا يعني لا تؤثر على مصالح الدول اللي عم تنظم المنطقة اليوم مجددا. على الأقل نحن يا عم بنحافظ على وجودنا، نتفق على شيء هلأ موقت لحتى نقطع هالقطوع، وبعدين لحقين نختلف. يعني مثل واحد بيته عم بيحترق، شايف بيته عم بيحترق، عم بيتخانق هو جاره. يا خي لا، فوت بطفي البيت وبقعد بالبيت وبعدين بتخانق انا وجاري. يعني ان شاء الله تنتبه هذه، ان شاء الله تنتبه القوى السياسيه لهذا، هذه الناحيه المهمه، يعني لانه المفاصلة عم بتصير على تفاصيل بعدنا نحكي. يعني مثلا اليوم العماد عنطارح بده 6 وزراء للتكتل وست لحول فيه، اذا فتنا بهاي المحاصصة يعني ما في تأليف حكومة، هذا خلاصته. ان شاء الله لا، ان شاء الله لا. نهوم تنتهي حلقتنا نحن وياك استاذ روبير غنم، بدي اشكرك لحضورك اليوم معنا. طبعا اضاءت على نواحي كثيره تتعلق بموضوع النقاش اللي حصل في مجلس النواب حول قانون الانتخاب خصوصا. شكرا لكم جديد، نشكر كل المشاهدين اللي تابعونا، والى اللقاء.